اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. والترند العالمي وما يكتب بخصوص الكره العالميه خلال الساعات الاخيره والسوشيال ميديا تحديدا بعد فوز الباير بدوري ابطال اوروبا، بالتاكيد في تفاصيل كتير والترند العالمي فيه عناوين مهمه جدا نتابعها. نبدا من الحساب الرسمي لمجله اس الاسبانيه على تويتر اللي نشر خبر الافراج عن النجم البرازيلي رونالدينيو بعد احتجازه في باراغواي لمده 5 أشهر. كمان حساب يونايتد زون على تويتر نشرت خبر ان فيكتور ليوندوف مدافع مانشستر يونايتد منع لصا من سرقه حقيبه امراه مسنه في السويد اليوم واحتجزوا حتى وصول الشرطه. والحساب الرسمي اللي في الجول نشر احصائيات لويس سواريز مع برشلونه بعد تاكد اخبار رحيله. ايه اللي بيحصل في البارسا؟ اما حساب في الجول على تويتر قال ان كينجسلي كومان لم يسجل هدف الفوز بدوري ابطال اوروبا فقط بل وصل الى بطولته رقم 20 وهو بعمر 24 فقط. اما الحساب الرسمي للدوري اليوناني قال ان احمد حسن كوكا لاعب منتخبنا الوطني تم اختياره كاحسن لاعب في المرحله النهائيه من الدوري. طيب كمان هنكمل عن فكره ان حساب يلا كوره قال ان مانشستر سيتي الانجليزي بيفتح خزائنه لضم ميسي. على فكره يا جماعه فكره بعد خساره برشلونه الفتره الاخيره لكل الالقاب بتتكلم على الدوري وبتتكلم على دوري ابطال اوروبا والخساره الكبيره امام باير ميونخ بقى في كلام كتير جدا بخصوص ليونيل ميسي الفتره اللي جايه، هل ممكن ينتقل الى الانتر؟ هل ممكن ينتقل الى مانشستر سيتي؟ بالمناسبه في فرق شاسع جدا بين فكره الانتر والميلان. يعني انتر ما ينفعش تقول انتر ميلان، انتر الميلان اي سي ميلان، ما ينفعش تقول انتر ميلان، هنا ده في اختلاف ما بين اسامي ناديين، انترناسيونال هو الانتر والناحيه الثانيه ده اي سي ميلان اللي هو الميلان، فبالتالي هل ممكن ينتقل للانتر؟ هل ممكن ينتقل لمانشستر سيتي؟ محدش عارف بالظبط ايه موضوع ميسي الفتره اللي جايه، لكن حاليا في برشلونه في تفاصيل كتيره جدا وفي مشاكل كتيره حتى ليها علاقه بانتخابات اللي ممكن تحصل خلال الفتره اللي جايه، لكن هنشوف الفتره الجايه اللي هيحصل بخصوص ميسي بالنسبه للمرحله الجايه. لكن عايز ابدا بخبر البرازيلي رونالدينيو اللي فضل محتجز لمده 5 أشهر في باراغواي. بالمناسبه يعني انت بتتكلم قدامك اهو بعض اللقطات الحصريه طبعا لمساله رونالدينيو والافراج عن النجم البرازيلي رونالدينيو في الفتره الاخيره. اكتر لاعب كان واقف في صف رونالدينيو قدامك اهو حتى في الصوره كان صامويل ايتو، يعني حتى في بعض وسائل الاعلام الاوروبيه والعالميه اتكلمت على دور صامويل ايتو في الوقوف بجوار صديقه وزميله لما كانوا بيلعبوا مع بعض في برشلونه قبل كده صامويل ايتو لما كان متواجد مع رونالدينيو. رونالدينيو فضل متواجد ومحجوز لمده 5 شهور في السجن داخل باراغواي، لكن اخيرا تم الافراج عنه. ودايما كده تحس ان في مشاكل بتبقى متعلقه دايما بمعظم اللاعبين الموجودين في امريكا الجنوبيه، من قبل كان مارادونا ثم بعد كده كان في تفاصيل وكلام كتير حول رونالدو النجم البرازيلي، حاليا رونالدينيو. لعيبه امريكا الجنوبيه دايما بيبقى في كلام كتير حواليها. طيب الخبر الثاني هو حساب يونايتد زون على تويتر نشرت خبر ان فيكتور ليناندلوف مدافع المان يونايتد قدامكم على الصوره منع لص من سرقه حقيبه امراه مسنه في السويد اليوم واحتجزوا حتى وصول الشرطه. انت بتتكلم بقى عن يعني انت بتتكلم على لعيب لعيب كوره ومشهور وكل حاجه لكن شاف موقف قدامه ما ينفعش يعني يقف عنده ساكت. بقى انت بتتكلم بقى عن الطابع المصري، يعني لما بيكون شايف حاجه غلط ما يقفش ساكت في الشارع، لا يتدخل بسرعه. فانقذ سيده مسنه من السرقه وفضل موجود لغايه لما الشرطه جت عشان تحتجز وتقبض على اللص اللي حاول يسرق حقيبه الامراه المسنه من السويد. طيب حاجه ثانيه برضو ليها علاقه بلويس سواريز، ولويس سواريز برضو المهاجم المشاكس في برشلونه. هتسمعوا اخبار كتير قوي على برشلونه الفتره القادمه بسبب المشاكل والخسائر اللي بتحصل في برشلونه، ولا دوري ولا كاس ولا حتى دوري ابطال اوروبا. ففي كلام طالع على فكره ان لويس سواريز كمان ممكن يرحل من برشلونه خلال الفتره الحاليه. بتتكلم لو سواريز مشي، لو بتتكلم كمان على ميسي ممكن يمشي، برشلونه هيكون وضعه ايه في الدوري الاسباني؟ هتبقى صعبه جدا بالنسبه للمرحله الجايه. وده اللي بيميز ريال مدريد عن نادي برشلونه. ريال مدريد بيعتمد على العمل المؤسسي او شغل الاجهزه الفنيه، لكن البارسا بيعتمد على النجم او الشخص الاوحد. طيب نروح بسرعه برضو بقى نشوف مشاركتنا، لان النهارده كنا طرحنا سؤال مهم جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. شوف المشاركات، لان كنا طرحنا سؤال مهم ليه علاقه ايه هو التشكيل الابرز اللي ممكن الاهلي يلعب بيه مباراه الجونه بعد مباراه الزمالك الاخيره. نبدا بيه
طارق محمد ابو العريبي قال التشكيل ممكن الشناوي، احمد فتحي، علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، عمرو السوليه، حمدي فتحي، احمد الشيخ، اليوباجي، اجاييه، مجدي افشه. هو عارف الغيابات ومحدد التشكيل ممكن في اي اطار. حمو عادل قال الشناوي حراسه المرمى، ظهير ايسر علي معلول، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، اثنين مساكين، محمد هاني، بس محمد هاني مش هيكون موجود للانذار الثالث، اليو ديانج، السوليه، اجاييه، محمد مجدي قفشه، جيرالدو، بادجي. احمد خالد قال محمد الشناوي، فتحي، رامي، ياسر، علي معلول، السوليه، حمدي فتحي، صالح جمعه. صالح طبعا مش هيكون موجود في الماتش النهارده، كان بيتمرن الصبح، جيرالدو، اجاييه، اليو بادجي. الجمهور بيتفاعل وعايز يشوف التشكيل الافضل ايه. الشناوي، فتحي، ياسر، ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، السوليه، ديانج، جيرالدو، قفشه، اجاييه، وبادجي. محمود الصافي قال الشناوي، فتحي، ياسر، ايمن اشرف، معلول، السوليه، حمدي فتحي، قفشه، جيرالدو، اجاييه، بادجي. الناس كلها بتاكد على فكره بادجي كراس حربه، الناس كلها شافت الثقه اللي عند بادجي في المباراه الاخيره وان شاء الله يكمل عليها. عبد الرحمن عصام قال الشناوي، حراسه المرمى، شكري، اللاعب الصاعد، ياسر، ربيعه، فتحي، عربي، بدر، حمدي فتحي، مجدي قفشه، بين قوسين صالح لو ممكن يكون احتياطي، اجاييه، وجيرالدو، وبادجي. طيب شكرا للمشاركات بالتاكيد، والناس شاركت معانا النهارده في الاجابه على هذا السؤال، لكن الكل كان بياكد على فكره بادجي في التشكيله الاساسيه. وقلت لكم جمهور النادي الاهلي واعي كويس قوي وفاهم كوره كويس جدا وعارف اللعيب لما بيخلص وبيضيع وبيحاول وبيجتهد بيحاول يعمل حاجه كويسه وبيدي الثقه فيه بالنسبه للحاجه الاخيره. اختم بترند على تويتر حاليا، هاشتاج منذ ساعة لكن حاليا هو رقم واحد على تويتر في مصر، نثق في فايلر، إن فايلر وي تراست. جمهور النادي الأهلي بيثق في ريني فايلر، حاليا هو ترند على مصر، ترند على تويتر في مصر رقم واحد. في أقل من ساعة اتكتب الهاشتاج وبقى حاليا جمهور النادي الأهلي كله دخل تفاعل مع الهاشتاج وحاليا أصبح فايلر رقم واحد على تويتر في مصر، والكل بيثق فيه بالنسبة للمرحلة الجاية. فايلر اللي كسب المباريات الكبيره، فايلر اللي كسب سان داونز، فايلر اللي تاهل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فايلر اللي عامل 16 انتصار متتالي ومن 21 مباراه خسر مباراه واحده، فايلر اللي ابدع والكل اشاد بيه في المباريات السابقه، فايلر اللي في مباراه السوبر في الامارات الكل قال عمل مباراه كبيره لكن سوء الحظ وجهه. ممكن يكون في اخطاء لكن هنعالجها الفتره الجايه، لكن في النهايه عندنا مدرب كبير، مدرب واعد، كلنا في ظهره وفي ظهر اللعيبه، والجمهور فاهم المرحله الجايه محتاجه نقف في صف النادي ازاي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.